بيبدأ الفيلم مع المارشال جيم وزميله ستيف وهم بيجروا ورا مجرم وبيحاولوا يمسكوه، وفجأة المجرم بيهجم على ستيف وبيصوب المسدس على راسه، وساعتها بيقف جيم قدام المجرم وبيرفع مسدسه وبيضرب طلقة، لكن بتيجي في صاحبه ستيف بالخطأ وبيقع على الأرض، وساعتها بيضرب جيم طلقة تانية وبيصيب بها المجرم وبيقتله. وبعد 10 سنين بنشوف المارشال جيم وهو داخل مكتبه في ولاية تكساس وبيكلمه زميله مات في المكتب وبيطمن عليه لأنه سمع أنه كان سكران في الكازينو امبارح، وساعتها بيرد عليه جيم وبيعرفه أنه مش بيحب الناس تتدخل في أموره الشخصية، لكن مات بيكون بيصمم يعرف هو إيه اللي مضايقه، وبيحكي له جيم عن شريكه ستيف اللي هو ضرب عليه نار بالغلط من 10 سنين، ومن وقتها وستيف مصاب بشلل كلي وكان عايش في المستشفى آخر 10 سنين لغاية ما جيم عرف إنه مات من أسبوع، وعلشان كده جيم كان حاسس بتأنيب الضمير وخد عهد على نفسه إنه مش هيمسك بندقية أو أي سلاح بعد كده. وفي نفس الوقت بيكون في عصابة درجات نارية بتوصل مدينة تكساس وبيشوفهم المارشال جيم ومات من الشباك وهم قاعدين في مركز الشرطة وبيكونوا مش مرتاحين ليهم، وبيروح مات للبنك وبتروح عصابة الدراجات النارية الكازينو جنب مركز الشرطة، وكان ساعتها موجود في الكازينو راجل اسمه روجرز وبنعرف انه المرشح الجديد لمنصب عمدة البلدية، وبيتكلم مع فيليب مدير حملته وبيعرفه انه المفروض يضغط على المساهمين علشان يساعدوه يفوز في الانتخابات لانه خايف من جيم يبوظ له خطته في الانتخابات. وفي الوقت ده بتدخل العصابة للكازينو وبيروح واحد من العصابة اسمه شافل هيد للنادلة كيت وبيطلب منها تجيب له بيرة، لكن بترفض لانهم مش بيقدموا البيرة قبل الساعة 5 بالليل، وساعتها بيمسكها شافل من ايديها وبتمسك كيت زهرية ورد وبتكسرها على دماغه وبتدخل في قتال معاه وبتضربه بكل عنف، لكن بيقدر شافل انه يتصدى لضرباتها وبيوقعها على الترابيزة. وفي الوقت ده بيدخل المارشال جيم للكازينو واول ما شافل بيشوفه بيطلع سكينة من معاه وبيحاول يطعنه بيها، لكن جيم بيمسك عصاية وبيضربه وبيوقع السكينة من ايده وبعدها بيضربه على راسه وبيوقعه على الارض وبيكلبش ايده، وبيؤمر فرد العصابة التاني يمشي بدل ما يقبض عليه زي زميله. ومع الوقت بيوصل مات للبنك وبيقابل موظفة البنك أماندا وبيطلب منها تروح معاه موعد للعشاء، وبيكون باين عليه انه معجب بيها، وساعتها بتقول له انها هتفكر في عرضه وهترد عليه. وفي الوقت ده بيتقبض على شافل وبياخده جيم للمركز، ولما مات بيرجع من البنك بياخده في عربية الشرطة عشان ينقله للسجن، وساعتها بيروح روجرز يتكلم مع جيم وبيقول له انه شافه امبارح وهو سكران، وبيرد عليه جيم وبيعرفه انه ساعتها كان خارج الخدمة ويقدر يعمل اللي هو عاوزه، وبيقول له روجرز ان بصفته القائم بشؤون اعمال البلدية فمن واجبه انه يحسن سلوكه وهيكتب تقرير عنه. وفي وقت ما كان مات في العربية مع شافل بيكون في مجموعة من عصابة شافل ماشيين وراه بالموتوسيكلات من غير ما ياخد باله، وساعتها بتكون خطة العصابة انهم يهجموا على المدينة ويسرقوا الفلوس بتاعة البنك الموجود فيها، واول حاجة بدأوا بيها انهم فصلوا كابينة الكهرباء والتليفونات عن المدينة كلها عشان محدش يقدر يتواصل مع الشرطة خارج الولاية. وبيحس جيم ان في حاجة غريبة بتحصل وبيطلع يطمن على الوضع في الشارع، وفي وقت ما كان مات في طريقه للاسم بيشوف واحد من افراد العصابة واقع على الارض وبينزل مات من عربيته ويطمن عليه، وساعتها بيقوم من على الارض وبيطلع مسدسه وبيهدد مات بيه وبيأمره يدخل يركب جنب شافل وبيسوق هو العربية. وقتها بيكون في ضابط راكب عربيته واقف مستني اي حركة غريبة تحصل في الشارع، وبيشوف عربية ماشية بسرعة مخالفة وبيتحرك وراها لغاية ما العربية بتقف وبيكون قاعد فيها 3 أشخاص من افراد العصابة، وبيروح الضابط لسواق العربية وبيتفاجئ انها بنت وبيعرف ان اسمها تريكسي وبيطلب منها الرخص لانها كانت سايقة بسرعة مخالفة. ساعتها بينزل واحد من العصابة اسمه بوب من الباب الخلفي من غير ما الضابط يحس بيه وبيطلع مسدسه وبيضرب الضابط طلقة في راسه وبيقتله، وبيفتش في جثة الضابط وبياخد الأسلحة اللي موجودة معاه واللاسلكي وبياخد هدومه وبيلبسها، وبيحط جثة الضابط في عربية الشرطة، وبيركب بوب هو وزميله بيرو عربية الشرطة وبيتحركوا، وبعدها بتتحرك وراهم تريكسي بعربيتها، وبتوصل تريكسي للمدينة عشان تسيطر على الوضع مع باقي أفراد العصابة، وبيكون بوب واقف بعربية الشرطة على الطريق السريع عشان يراقب تحركات الشرطة، وبيطلع جيم يقف في الشارع عشان كان حاسس إن في حاجة غريبة بتحصل، وفجأة بيهجم عليه واحد مسلح من ورا وبياخد منه اللاسلكي بتاعه، وساعتها بتوصل باقي أفراد العصابة بالموتوسيكلات وبينتشروا في كل أنحاء المدينة، وبيسيطروا عليها كلها. وبعدها بيدخلوا البنك وبيهددوا الموظفين بالأسلحة، وبتخرج معاهم أماندا وبنكتشف إنها واحدة من العصابة. وبينزل رئيس العصابة ديابلو وبيتكلم مع جيم وبيفهمه إنه من الأفضل يتعاون معاه عشان ما يأذيش حد، وبياخد شارة المارشال جيم بتاعة الشرطة وبيلبسها. وبيدخل واحد من أفراد العصابة مع موظفة بنك للقبو بتاع البنك اللي موجود فيه الفلوس، وبتفتح له القبو وبياخد كل الفلوس الموجودة فيه. وفي الوقت ده بيوصل مات مع العصابة وبيقعد جنب جيم
وبيعتذر له لأنه ما قدرش ينفذ المهمة، وبيشوف أماندا وهي مع العصابة وبيتصدم لأنه كان معجب بيها. وفي الوقت ده بتاخد العصابة الرهائن اللي موجودين في الكازينو ومنهم كيت، وبيطلب ديابلو من العصابة ينقلوا الرهائن للكنيسة. وبتلاحظ كيت إن ديابلو عارفها، ولما بتسأله هو عارفها منين بيقول لها إنه كان عارف أبوها زمان لأنه كان من سكان المدينة. وبيتكلم جيم مع ديابلو بيعرفوا انهم كده سرقوا كل الفلوس الموجودة في المدينة ومفيش حاجة تانية ممكن يسرقوها، لكن ديابلو فهموا ان في شاحنة مدرعة هتوصل بعد 28 دقيقة فيها ملايين الدولارات هينقلوها للبنك، لكن جيم عرفوا ان شرطة الولاية هتعرف لو هم حاولوا يسرقوها لانها بتكون متأمنة. لكن ديابلو مش بيهتم بكلامه وبيصمم ينفذ خطته. وفي الوقت ده بتخرج العربية المدرعة للطريق وبيكون فيها 16 مليون دولار عشان ينقلوا الفلوس للبنك. وساعتها بيحاول واحد اسمه مارتن من سكان المدينة انه يتصرف بنفسه، وبيستخبى تحت غطاء عربية نقل وبيهاجم العصابة بالمدفع الرشاش، وبتكون العصابة مش شايفة الهجوم جاي من اي اتجاه. وبيستغل جيم ومات الفرصة دي وبيهجموا على افراد من العصابة وبياخدوا اسلحتهم وبيهربوا عشان يقدروا يطلبوا النجدة. وبيشوف ديابلو سيدة كبيرة قاعدة في عربيتها وبيخرجها من العربية وبيصوب المسدس على راسها وبيطلب من جيم يظهر وإلا هيقتلها. وبيكون جيم ومات بيراقبوا الوضع من جوه مبنى ومش عارفين يخرجوا. وقتها بيظهر مارتن اللي كان بيضرب عليهم بالبندقية وبيعرفهم ان الست دي تبقى مراته وبيترجاهم يسيبوها عايشة، لكن ديابلو مش بيهتم لكلامه وبيقتل مارتن وبيقول بصوت عالي انه هيقتل مراته لو جيم ما ظهرش. ولما جيم ومات مش بيظهروا بيبدا ديابلو في العد التنازلي وبعدها بيقتلها. وبيضرب مات جرس انذار الطوارئ في المدينه كلها، وبيحضر جيم قنبله يدويه في المبنى اللي هم موجودين فيه وبيربط القنبله في مقبض الباب علشان تنفجر في العصابه اول ما يدخلوا للمبنى. وبياخد مات وبيهربوا برا المبنى. ولما العصابة بتقدر تحدد مكانهم وتوصل للمبنى اللي كانوا فيه بيفتحوا الباب وبتنفجر القنبلة فيهم وبيموت واحد منهم. وبتكون العصابة محتجزة سكان المدينة اللي لقوهم في الكازينو وفي الشارع رهاين عندهم في الكنيسة. وبيتكلم روجرز مع كيت وبيقول لها انه هيحاسب جيم لما يتعين عمدة البلدية لانه ما قدرش يحمي سكانها وكمان عرضهم للخطر. وبتكون كيت فاهمة ان روجرز بيغير منه لان جيم معجب بكيت وروجرز بيحاول الارتباط بيها وهي دايما بترفضه. وفي نفس الوقت بيطلب جيم من مات انه يطلع على الطريق السريع ويراقب المدرعة اللي جاية تنقل الفلوس للمدينة ويحذر المدرعة من اللصوص ويخليها تغير طريقها. وبالفعل بيوصل مات للطريق السريع وبيشوف عربية شرطة واقفة على الطريق، لكن ما يعرفش ان اللي موجود فيها يبقى واحد من العصابة. وبيتواصل مع جيم باللاسلكي وبيقول له ان في عربية شرطة واقفة على الطريق وبيعرفه انه عاوز يتواصل مع الضباط اللي موجودة في العربية، لكن جيم بيأمره ما يتواصلش معاه لان العصابة مراقبة ترددات الشرطة وهتعرف خطتهم. وبيقترح عليه انه يروح يتكلم مع الشرطي ويطلب منه يروح يطلب المساعدة من خارج الولاية، لكن مات فهمه انه حتى لو عمل كده فده هياخد منهم وقت طويل لغاية ما الضابط يروح يجيب مساعدة ويجي. وساعتها بتعدي المدرعة من جنب عربية الشرطة اللي فيها بوب وبيسألوه لو محتاج منهم مساعدة، لكن بوب يعرفهم ان كان في تسرب غاز في المدينة وهو كان واقف على الطريق السريع عشان يحذر الناس، لكن المدينة دلوقتي متأمنة كويس من تسرب الغاز ويقدروا يدخلوا عشان ينقلوا الفلوس. وبالفعل بتدخل المدرعة للمدينة وساعتها بيكون مات مراقب الوضع من بعيد وبيفهم ان اللي موجود في عربية الشرطة واحد من العصابة لانه سمح بمرور المدرعة. وبيتواصل مع جيم وبيحكي له اللي حصل وبيعرفه ان المدرعة في طريقها لدخول المدينة. وفي الوقت ده بتكون العصابة داخل البنك مستعدة للهجوم على المدرعة اول ما توصل. ولما بتدخل المدرعة جوه المدينة بيلاحظ سواق المدرعة مايكل انه سكان المدينة مش موجودين، وبيتواصل مع صديقه جوش اللي قاعد جوه المدرعة بيحمي الفلوس وبيفهمه انه مش مطمن للوضع. وبيطلب من جوش يدخل الاول للبنك ويتأكد ان الامور كويسة لان ممكن البنك يكون مقفول بسبب تسريب الغاز. وفي نفس الوقت بيروح جيم بيته وبيطلع صندوق وبيفتحه وبيطلع منه البندقية بتاعته وبيقرر انه هيستخدم سلاحه مرة تانية عشان يحارب العصابة ويحمي المدينة منهم. وساعتها بينزل جوش من العربية واول ما بيدخل بتهجم عليه العصابة وبيضرب واحد نار على مستقبل الاشارات اللي موجود في المدرعة. وبتروح العصابة ومعها جوش لمايكل وبيطلبوا منه يتعاون معاهم ويفتح لهم باب العربية عشان ما يقتلوش صاحبه، لكنه بيرفض. وساعتها بيضرب ديابلو رصاص على جوش وبيقتله قدام زميله. وبيحاول مايكل انه يتواصل مع فريق الانقاذ وبيقول لهم ان في رجاله مسلحين قتلوا صديقه جوش، لكن ديابلو عرفوا انهم ضربوا نار على مستقبل الاشارات ومفيش حد هيقدر يسمعه. وبيحاول مايكل يهدده وبيقول له انه لو ما تواصلش معاهم بعد 10 دقايق ساعتها هيبعتوا فريق انقاذ للمدينه، لكن ديابلو اكد له انه قرأ البروتوكول كويس وعارف انه بيكذب لان الوقت الحقيقي اللي هتوصل فيه فرقه الانقاذ للمدينه بعد 60 دقيقه من تسجيل دخول المدرعه لولايه تكساس، وده في حاله لو ما قدروش يتواصلوا مع المدرعه.
وبيخيروا ديابلو ساعتها بين حاجتين، انه يفتح الباب وينزل او انهم هيقتلوه، وبرضه هياخدوا الفلوس في الحالتين. وفي الوقت ده بيتواصل مات مع جيم وبيعرفوا انه موجود في متجر الاعلاف، وشايف واحد من العصابه ماسك بندقيه في المبنى اللي فوق متجر الاعلاف، وفهموا انه هيطلع المبنى ويحاول يخلص عليه ويسيطر هو على الوضع. وبالفعل بيطلع مات المبنى وبيمسك فاس وبيضرب بيه فرد العصابه على راسه وبيفقد الوعي. وقتها بتكون العصابة حطت قنبلة عشان تفجر الباب الخلفي من المدرعة، وبيقدروا يفجروها وبيدخلوا للمدرعة وبيلاقوا شنط الفلوس. وبيسمع جيم صوت الانفجار وبيفهم انهم لقوا المدرعة وهجموا عليها، وساعتها بيركب شاحنة وبيتحرك بيها ناحية جراج جنب موقع العصابة وبيخبط في صفيحة معدنية. وقتها بيسمع ديابلو صوت العربية وبيروح يشوف مصدر الصوت، لكن بيلاقي العربية فاضية. وبيدخل جيم الجراج وبيروح ديابلو يجيب كيت من الكنيسة وبيطلعها تقف بره، وبيكون مات واقف مراقب الوضع وبيتواصل مع جيم وبيقول له انهم خدوا كيت وشكلهم هيقتلوها. وساعتها بيقدر جيم انه يترصد مكان العصابة من المخزن، وبيتكلم ديابلو بصوت عالي وبيقول له يظهر قدامه حالا يا اما هيقتل كيت. وقبل ما يضربوا عليها نار بيظهر مات وبيسلم نفسه وبيطلب من العصابة ما يأذوهاش. وساعتها بيصوب جيم البندقية على واحد من العصابة وبيقتله، وبيقدر ديابلو يحدد مكانه وبيحاول يضرب عليه نار، لكن جيم بيجري بسرعة قبل ما يتصاب. وبيأمر ديابلو واحد من رجالته يروح يشوف جيم، ولما بيروح له بيلاقي عربية فيها صفيحة بنزين، وأول ما بيفتحها بتنفجر وبيموت في ساعتها. وساعتها بيتعصب ديابلو وهو بيشوف رجالته بيتقتلوا واحد ورا التاني قدامه، وبيقرر ياخد مات رهينة هو كمان جوه الكنيسة. ولما بيحاول جيم يتواصل مع مات مش بيقدر، وبيفهم انهم خدوه رهينة. وبيروح ديابلو يتكلم مع صاحبه ادوارد وبيعرفه انه عاوز يلاقي المارشال جيم قبل ما يمشي علشان ينتقم منه، بس ادوارد فهموا انهم خدوا الفلوس اللي كانوا جايين علشانها، ومن الافضل انهم يمشوا قبل ما الشرطة توصل. لكن ديابلو بيكون مصمم على قراره وبيطلب منه يساعده علشان يخلصوا من جيم، وبعدها هيهربوا من المدينة. وفي الوقت ده بيشوف جيم واحد من افراد العصابة اسمه ريكي، وبيعرف انه كان عضو سابق في البحرية، وبياخدوا معاه رهينة لغاية مركز الشرطة وبيحبسوا في الزنزانة وبيسألوا هم ايه اللي خلاهم يدخلوا المدينة دي بالذات. وفهموا ريكي ان ديابلو اتولد هنا وابوه كان بيشتغل في المنجم لغاية ما المنجم اتقفل واعلن افلاسه، وساعتها ابوه دخل في حالة اكتئاب وشرب خمور كتير لحد ما مات لانه ما كانش قادر يصرف على عيلته. ومن بعدها قرر ديابلو انه ينتقم من المدينة دي لانهم السبب في معاناة ابوه وموته. وفهم جيم سبب دخول ديابلو للمدينة واتكلم مع ريكي، وفهموا انه المفروض يخجل من نفسه لانه نزل لمستوى العصابات وبقى بيقتل في الابرياء بعد ما حلف القسم في الجيش انه يدافع عن الابرياء. وبيروح جيم ناحية الشباك وبيشوفهم ديابلو وعصابته وهم جايين عليه، وساعتها بيروح يتكلم مع ريكي وبيفهم ان كلامه اثر فيه وبقى واضح عليه الندم، وعرض عليه انه يديله فرصة تانية علشان يكفر عن ذنوبه ويصلح غلطته وينضم لصفه وينقذ الابرياء. وساعتها بيقتنع ريكي بكلامه وبيديله جيم بندقية علشان يحارب معاه العصابة. وفي الوقت ده بتقول كيت لمات ان ابوها كان سايب راديو بيتواصل بيه مع الشرطة وكان حطه في مكتبة جوه الكنيسة، وبتنصحه يروح يتواصل مع الشرطة ويطلب المساعدة. وبيقدر مات انه يهرب من العصابة من غير ما يحسوا بيه، وبيدخل المكتب وبيلاقي الراديو وبيتكلم مع شرطة كولومبوس وبيطلب منهم الدعم وبيعرفهم ان المدينة كلها محتلة من عصابة مسلحة. وفي الوقت ده بيوصل ديابلو وإدوارد للباب الخلفي لمركز الشرطة وبيكسروا الباب، وساعتها بيشوفهم جيم وبيضرب عليهم نار، وبيقدر ريكي انه يصيب إدوارد برصاصة في صدره ويقتله. وساعتها بيدخل ديابلو للمركز وبيحصل ضرب نار بين الاتنين، وبيقدر ديابلو انه يصيب ريكي في ظهره وبيوقعه على الأرض وبيموت في ساعتها. وبيدخل جيم اوضه جوه المركز وبيستخبى فيها، وبيتكلم ديابلو بصوت عالي وبيفهمه انه من الافضل ليه ما يهربش ويسلم نفسه. وفي نفس الوقت بتقدر كيت انها تهجم على اماندا وهي محتجزه الرهائن في الكنيسه، وبتاخد منها المسدس وبتقتلها وبتحرر الرهائن وبتخرجهم بره الكنيسه. وبيقدر مات يخرج بره الكنيسه من الباب الخلفي وبيشوف ديابلو وهو بيهرب بشنط الفلوس وبيحطها على العربيه بتاعته. وساعتها بيوصل بوب عربية الشرطة لديابلو وبيحذره ان شرطة الولاية على الطريق وداخلين عليهم، وساعتها جيم كان بيراقبهم من بعيد وفجأة بيضرب نار على بوب وبيقتله. وساعتها بتنزل تريكسي من العربية وبتحاول تقتل جيم، لكن هو بيكون اسرع منها وبيضرب عليها نار وبيقتلها. ومع الوقت بتوصل كيت لمزرعة حصنة في المدينة وبتاخد حصان وبتهرب بيه. وساعتها بيفهم ديابلو ان كل رجالته ماتوا، فبيقرر ياخد الفلوس ويهرب على الموتوسيكل بتاعه علشان الشرطة هتشوف العربية بتاعت الفلوس بسهولة ومش هيقدر يهرب منهم. وفي اللحظة دي جيم بيشوف كيت وهي داخلة عليه بالحصان وبتديله بندقية ابوها وبتلبسه شارة تكساس. وساعتها بيركب جيم الحصان وبيروح عشان يخلص على ديابلو، ولما بيشوف ديابلو وهو على الموتوسيكل بيقدر يصيبه بطلقة في رجله وبيوقعه على الأرض،
وبينزل من على الحصان وبيروح له هو واثق من نفسه وبيضربه طلقة في راسه وبيخلص عليه. وبعد أسبوع بترجع المدينة مرة تانية لحياتها الطبيعية، وبتقرر الولاية أنها تكافئ جيم لشجاعته في إنقاذ المدينة وبتعينه رئيس البلدية الجديد. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس، علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.